يحاكي الفنان الفرنسي أبراهام فانشفال في أحدث مغامراته دجاجة بالرقاد على 10 بيضات داخل حاوية زجاجية واستخدام حرارة جسده حتى تتم عملية الفقس. ومن المقرر أن تستغرق المحاولة بين 21 و 26 يوما. الفنان البالغ من العمر 44 عاما له مغامرات غريبة، إذ أمضى أسبوعين داخل نحت مجوف لدب في 2014 وأسبوعا داخل صخرة في متحف الفن المعاصر في باريس.